الى الجهة اليسرى لفريق البقلاوة في فرصة وانطلاقة والعرضية والمحاولة وكرة خطيرة. جول جول. نعم الهدف الاول للملعب التونسي 1-0. لم نفهم ما حصل في دفاعات الاتوال. الكرة من محمود ديالو 1-0 لفريق النجمة لفريق الملعب التونسي. لم نفهم لا ماذا حصل في دفاع الاتوال. علي جمل يضيع كرة ثم المتابعة من المدافع المحوري والكرة في شباك الاتوال 1-0. وابتسمت للملعب التونسي في الدقيقة 25. شوف ديالو يرفع الكرة وعلي جمل بخطأ لا يختفر للأمانة والمتابعة كانت من المدافع والكرة في الشباك 1-0. اشتعلت الآن كيف ستكون ردة فعل الاتوال. الأمانة هدف وهفوة قاتلة من علي جمل في الكرة الأخيرة. تعود الكرة هي محور الدفاع مرفوعة من هنالك في مناطق ملعب التونسي. هجمة فرج بن جيمة جهة اليمين يرفع الكرة والمتابعة ممتازة. جول. قلت البديلين هل يكون المفتاح بالنسبة للنجم الساحلي ومدرب سيف غزال. لسيس جي من فرج بن جيمة وبديل الشوط الثاني ويوسين الشماخي في المتابعة يجيب جول التعادل 1-1 للإتوال. أي كرة أي لمسة من فرج بن جيمة عرضية ممتازة جدا من اللاعب البديل من الجهة اليمنى بكرة شماخي قناص في الكرة الأخيرة يضع الكرة في الشباك ويعدل الأوتار من النجم الساحلي. كيف سيكون الحال الآن؟ شوف الكرة هذه إعادة الهدف الأول للملعب التونسي في انتظار إعادة هدف النجم الرياضي الساحلي. كرة متميزة للأمانة من فرج بن جيمة كرة عرضية رائعة قاتلة من ياسين الشماخي في شباك سامي هلال 1-1 بين النجمة والملعب التونسي. كيف سيكون الحال؟ الرياكشن من البقلاوة الإعادة أمامكم مرة أخرى. فرج بن جيمة أي عرضية كاليتين تاع السونتراج تدرس يا فرج ولكن دون رقابة ياسين الشماخي دون رقابة يضع الكرة في الشباك 1-1 في الدقيقة 80.